طبعا ده في الاخر خالص لو جينا نفكر فيها هي لدور بقى الاسره، وكمان من الجوانب الاجتماعيه ان هو الرجل المفروض يعني يقدم بقى دوره على اكمل وجهه. يعني طبعا زي ما انت قلتي ايوه ان طبعا الدور اللي بيقوم بيه الراجل ان هو في مسانده مراته وبيته، ده طبعا بيكون موجود على يعني مدار الوقت، يعني ان هو بيشتغل وبيجيب فلوس وبيراعي بيته والكلام ده. لكن بقى هنا بيكون في مهام تانية المفروض بيعملها وبتزيد عليه شويه يعني في الفتره دي، ان هو يريح فيها مراته اكتر. بالظبط، يعني لان هي بتكون تعبانه ولسه برضو مخلفه، فبيكون بقى هنا يعني المراعاه بتاعته لبيته بتكون زياده ونص زيادة او مرتين ليه وللبيبي بتاعه. صح، خصوصا بالزبط. كمان انه يعني كفايه انا بشوف كده ان هو 9 شهور الست بتكون حامل فيهم، فهي بتتعرض لكميه الم وتعب ووجع مش طبيعيه سواء نفسيا او بدنيا. غير بقى مرحله ما بعد الولاده برده بتكون متعبه اكتر برده بدنيا ونفسيا، غير انها عندها مسؤوليه بيبي، المفروض ان هو ياكل، المفروض ان تغير له، المفروض انها تعمل له مش عارفه ايه، فبيكون عليها اعباء اكتر. غير بقى فكره انه في سيدات كتير بيحصل لهم اكتئاب ما بعد الولاده، دي طبعا حاجه مشهوره جدا. اكتئاب الحمل، اكتئاب الحمل، بس اكتئاب ما بعد الولاده بيكون اكتر فكره. هو اكتئاب الصدمه الناس اللي بيجي لها اكتئاب حمل لو طول معاهم يكمل معاهم برضو يجي لهم اكتئاب ما بعد الولاده. عشان في هي بتمر زي كورب صدمة. او زي اللي هو كده منحنيات. منحنيات، يعني بتتبسط اول ما يجي البيبي، ايه ده كائن حلو، او اول ما تعرف انها حامل، او اول ما تعرف ان هي حامل. برافو عليك، اللي هو ايه ده، الله انا هبقى مامي بقى، فاهمه؟ وتقعد تتفرج بقى على صور المودلز الحوامل، واحنا مش هنبقى كده، احنا هنبقى قد كده حوامل يعني. ودي حقيقه برضو يعني، لازم يعني نبقى أكل ايه كتير. اكل كتير، وتقول لك يعني باكل لفردين، وهي دي مش دي مش حاجه، بتاكل لفردين من قبل الجواز حاجه كويسه بالظبط. فايه بنتخن وبتبقى خلاص بقى اول ما تخن وجسمنا اتغير، وفي ستات مناخيرها برضو بتتخن. يعني اقسم بالله العظيم انا اعرف سيدات كتير جدا اكتئبوا بعد ما مناخيرهم كبرت، بتقول لك انا حامل في ولد والمناخير